غزولة. ايه بحبك. وانا كمان. صباحك فل. صباح الخير. ربنا يخليكي ليا. يخليك ليا. ربنا معاك يا ولدي. هتوحشيني. لاف يو. باي باي. كوكا ايه كوكا ايه كوكا ايه استني خليها تقول لك يا بنات. قولي يا بناتي يا بناتي يا بنات. يلا قولي قولي. امك بتتخانق بره. بصي يا كوكا عايزه اقول لك على حاجه. انت كنت عايزه تسمي النونو ايه؟ ها؟ عايزه تسمي النونو ايه؟ ها؟ انت عايزه تسمي النونو ايه؟ ايه؟ صباح الخير يا حياه يا حياه. انت بت انت بت تعالي هنا. ندى بتزعقلي دلوقتي. قالت لي بتزعقلها ليه؟ ايه بومبا. ايه بومبا؟ صباح الفل على الأميرة القمر. صباح الخير يا أميرة فيروز. لاف يو. لا مفيش هنا. هي بتقول لك أنا عايزة واحدة في حالها؟ ولا بتقول لك عايزة واحدة بحالها؟ بكرة أجيب لك واحدة. لا هو انت بتهزر ولا ايه؟ انت بتتكلم مع مين يا ابني؟ دي حياة. عسل ولا كانها اول مره تنتصر عليها. ميرسي. كانها اول مره تنتصر عليها. بس بس الصوت مستر بيصور. يا صباح الخير يا اللي معانا. صباحك فقر على الصبح. صباح الخير. صباح الخير يا ندى. شايفه انتوا الاثنين مسايبين يا جماعه. انا نازله الصبح وبعدين بتكلم على باحترام. لطشتني قلم على وشي. قولي صراحه. اه لطشتك قلم. اسمها اه اسمها اه اسمها اه اه فجله. بصي بس عايزه وانت بتكلم معاك يعني كبرتك. جاي تقول لي ايه؟ ضربتني على وشي. كبرتها. كبرتها. ايه يا حبيبي. كبرتها. مفتاح عربية البرنس. خليكوا فاكرين المفتاح ده. مفتاح عربية البرنس اهو. ارحموني انت ومراتك على الصبح. اختي ما ترحمينا انت يا اختي. ما ترحمينا انت يا ماما. نازله من الصبح تلطيش ومستقويه. يلا يا حياة. يلا يا حياة الباص جه. يلا الباص جه. الباص جه يا حياة. يلا الباص جه. الحق قطعة السكر احنا مش هنستيكوا. يلا يلا يا حياة. يلا شطورة. يلا يلا. اه لا انا ماليش في الكلام ده. صباحكم فل. وانتي قسما برب وشك ده هو. انا ما هسيبك. الله يا آية. يا جماعة احنا في شقة حدى وسلمى جديدة. بس بصراحة مش هصور لكم واحرق لكم الشقة يعني بصراحة عشان هما برضو اللي عايزين يعملوا جولة ما نقطعش عليهم. فدلوقتي احنا هنفطر عشان في التصوير طبعا. ايه يا قلب ماما. حاضر استنى. فدلوقتي احنا هنفطر. فسلمى بتقطع الجرجير. تعالى بقى اوريكم بتعمل ايه. يلا سلوكي بتقطع الجرجير. الحاجة هند بقى الجرجير. حاجة هند استنيانة. بس جابت لنا جبنة فلاحي بالشطة بقى. فلافل هو ده عشقي. ايه ياما ما تحط لها في الاير فراي بسرعه ولا ما تحطها. يلا بينا. طيب والله حلوه. بقول مش محتاجه اير فراي. نادي بيت ندى ما تبانش مصر. فين فوق ندوها. طب تسيبيها. طب يلا ما هنا تفتح تون بغني في فيديو. عايزين يغني اغنيه للاطفال. قلت ايه حرامي سرق الجزمه. يلا لا وقعي علبه التونه عشان اكون مبسوطه. انا بصفي. لا وقل السبايس ده ترميه هزعل. لا انا بعشقه بصراحه. بسيب بق بتاع الزيت بتاعه. لا ماشي سيب الزيت كله. انا بعشقه يعني. يلا بينا. يلا عشان عندي دور. مستر احمد عطيني فري خمس دقائق. اوه 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 يا لهوي يما عالجمال. هذه هي تونة. الله الزبل فين؟ الزبل؟ علم
المهم رحت سهمة ترمي العلمة في الزبان ما لناش دعم ليه قالت وغاية قالت ايه كنتوا هتتخضوا والله كنا هتتخضوا صح اصلا ندى لا احنا ندى محمد صاحبك ده ايه ده ايه ده اجري اجري يا سلمى يا هفتح انا عندي دور يلا عندي دور انا هو في ايه يا جماعه عندي دور مش جا... طلعت جريتي طلعت علبه التونه يخرب بيت بخلك يخرب بيت بخلك ايه في عصير هناك اهو في ما احنا هنحلي بتاعنا سلمى سمع حاجه بغلط هنحلي بعد الاكل لا ده مش بتاعتها امال ايه صدمة؟ صدمة كبيرة حبيبتي وعلى نتزلل لحد بوشه الكبير اللي قرب من الكاميرا حبيبتي وعندي مانجا عندي مخزنة مانجا يا بنت اجيب لك عصير مانجا اوه اقول لك على حاجة انا بعمل انا قدامي خمس دقايق فري انا عنده عشر دقايق منهم معايا ما كنت بتكلم تحترميني اتفضلي انا بعمل العصير ادي حولي وشوف محمد هو عايش محمد بيحب العصير وفي الاخر بقى ليا باخد بقاش خلاص يعني مش لازم يعني ما تحشروش نفسكم في الحاجه يعني وحيات امك يا شيخ انا عندي هقول لك عندك كيس مانجا تعمل ايه ودي الايه كيس مانجا تعمل اعمل لك مانجا يا ندى اوديك اللي انت عايزاه شفتي لو انا لا والله العظيم ابدا لا والله العظيم يا ندى قلت لك هديك كيس مانجا والتونه لو طلعت هتجري على فوق معلش معلش ايه يا قلب امك مالك يا قلب والله يا عمي ايه ده طب وهتسيب الفطار اطلع اطلعي سيب الفطار بص بص يلا بينا فاعل فوق خلي بالك تحكي في حيطه يا نهار ابيض يلا عشان انا مش عايزه اصور الشقه الشقه جديده سايبالكوا جوله في الشقه انا مش عايزه اعمل مجهود لا خلاص اتعملت بصوا يا جماعه بما اني ما فطرتش وهم فطروا من غيري عشان هم اندال 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 سلمى صراحه الندله الوحيده اللي ما فطرتش الحلوه القمر الوحيده ندى محمد وماما اندال وفطروا من غيري انا قعدت اكل مش عارفه احس مش عارفه مفيش كلام على الاكل احنا بنتكلم اصل لازم نلوك على الاكل عشان نحس والله ما يحلى غير بالكلام مش عليكي على الناس مش بننام لا احنا بنعرف عشان بنسلك عشان نعرف ناكل مش بننام ما تفهموناش غلط لو سمحت تعالوا الخط السحري بتاعك تعالي يلا بينا نشوف سلمى بتعمل خطه السحري ايوه مش هكون في الزيت ده سلمى فتحت لنا طبعا علبه تونه ثانيه لان علبه التانية اتنسفت يا بنتي محمد فطر معاهم اه يعني مش ندى وماما بس ندى وماما يعني ندى والحاج هند بس اه بقول لخديجه ماما ما بقولهاش حاجه هند مش عارفه اقول ايه انا فاهمه اتعودت على ماما يا بص يا جماعه انا بس بقى الكاميرا عشان اجيب اللي جوه ايوه ما هي بخيله البخل البخل ما شاء الله لا لا سلمى دي قمر يعني نعمه ربنا يعني لا نعم ماشي يا سلمى يلا بينا ما جاتش فطاره ما جاتش فطاره سلمى احنا نستنى بقى الغدا شوفي بقى نتغدوا ايه نتغدوا الحمد لله على السلامه يا ابو اجمل ابتسامه ايوه 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 يا زولا امنيه الكوة كنت بتقولي ايه دلوقتي يا امنيه كنت بتقولي ايه يا امنيه كنت بقول ينفع هو عادي ينفع ايه ايوه طبعا ينفع تصفي ايه العرسو عنده غرب يعني انت هما بيتكلموا في حاجه وانت في عالم تاني عالم موازي عالم مش موجود بتاكل فشار انا مصوراني طول النهار وانا باكل طب ما ندى معلش يا جماعه هفتلي بقى كام يوم هفتلي فشار معلش هفتلي اكل فشار انا قصدي ايه بصي محمد وانا حلمي كان يجيب لي كوبايه العصير البنجر ده ويقول لي اشربيها دلوقتي بيشربها اهو خلاص بيشرب مشروب الطاقه وانت بتاكلي ايه لا شيبسي ده عادي لا ده عادي انا وانت غلابه يعني كل ما نيجي ناكله طب اقول لك على حاجه بصوا يا جماعه هنعمل ايه في ندى مش حد سينمائي يا ولا انت بتصورني يا ولا ايه فين زيت يو اغلى من حياتي انت يا ولا انت بتصورني يا ولا فين زيت استنى البوابه المفروض يعني لا غني يلا غني غني غني
زمان وكان في زمان كان في اغنيه كنت بحبها قوي والله اللي هي بتاعت ايه مطمرش فيه الشوكولاته جاب لي الحكايه على بلاطه مطمرش فيه حبي وخيري وراح يدور على غيري. احنا كنا عندها ما عملتلناش شاي. انا لسه ما اكلتش. انت اكلتوا؟ انت اكلتي؟ انت نادله من الاندال. طب يلا اطلعي جيبي لنا البسكوتات. اه والله اندال 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 ايه خلص. خلصت. انا عندي بسكوتات يا ماما. انا عندي تي عايزين يفتحوا راس صدمه كبيره. ايه ده؟ لا اله الا الله. انت القفله بديهولك يا بنت ايه بيصدع كده بنت ايه يا بنت. لا مش عليا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو شبه مكة. شبه مكة. الناس كلها بتقول في الكومنتات شبه مكة. ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا قلبه واللوحة يا توحي. ما شاء الله عليك يا لوحة يا صالح. انت هتقوم تصور معايا فيديوهات وتعملي قلب. لا انا مش هخليها. يلا قوم اتحرك. هيبقى بنتي وابني. دي ندى الصبح مكه يروح قلبه يرقل. بقول لك الولع عودي ساكته صوتك نرفزني. بصي بصي الولع بيعترض على صوتك. ده فرح عشان سمع صوتك بيعترض. دي الفرحه عندكم. انتوا بالشقلوب. يروح قلب امه لما يسال على النبي. نيس كفايه كده. الحمد لله على السلامه. يروح قلبه كده. ده الاستيكر لسه معانا. الاستيكر ده انت راح. اه الصبح عشان انا الصبح يا حديته من مكه. هقول لكم على حاجه. ايه؟ انا هقابل. لا تحدد تحدد تحدد. راح قلبي على امور يا ليه روزه. قبل ما امشي حياتي عايزه ترقص. ايه بيعلموها على حفل اخر السنه اغنيه الدلوعه. ايوه تدخل اكبر موسوعه. وريني الدلوعه. وريني وريني. ايوه تعملي كده في الحفله. لا تمسك بايد فيروز عمرو وتعملي. الله مبروك يا حياه. هتعملي حفله؟ تعملي بكره حفله؟ عزميني. خديني معاكي يا حياه في الحفله. بنت حياه خديني معاكي في الحفله. اه ما طبعا كلنا واقفين على السلام مستنيين دورنا مستنيين.